السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد في محاضرة رقم 28 من دورة أنت رائد أعمال بعنوان Business Model Canvas Channels. هنستكمل مع بعض رحلتنا في قنوات الاتصال بين الـ Value Proposition والـ Customer Segments. حقيقي والله كأنها لعبة كده، هتروح وتيجي مع بعض أو هيروحوا ويجوا لبعض كده. هنشوف ده النهاردة وهنستكمله في محاضرة زي ما احنا اتعودنا كل يوم خميس الساعة 9 معاكم عبد الله الوكيل. احنا اتفقنا المحاضرة اللي فاتت ان في استراتيجي كده اسمها جو تو ماركت استراتيجي، زي المنتج بتاعي او الفاليو. وخلينا نتكلم دايما كده بمصطلح الفاليو، القيمة، الحاجة اللي انا هضيفها دايما وراء. احنا قلنا القيمة دي هتبقى على هيئة يا منتج يا خدمة، بس دايما انا مش بقدم منتج او خدمة، لا انا بقدم قيمة فاليو. لو احنا جينا نقول مثلا الكاستمر بتاعي هياخد الفاليو، مش هياخد القيمه، او مش هياخد البرودكت او السيرفيس. يعني ايه؟ يعني مثلا مطعم بقدم ايه؟ بقدم المنتج بتاعي عباره عن اكل، بس الفاليو اللي الكاستمر هياخدها هو انه هياخد حاجه تشبعه، صح؟ ان هو كان جعان فهيشبع. مثلا ان انا ممكن ابيع موبايل او تليفون، لكن الفاليو اللي الراجل هياخدها او الكاستمر هياخدها هي فكرة ان هو يقدر يتصل بالناس، او يقدر ان هو يعمل ابليكيشنز او يعمل داونلود لابليكيشنز مختلفة زي واتساب وفيسبوك، فيقدر يبقى فيه سوشيابيليتي او ان هو يقدر يتشات مع الناس and so on. فدايما كده اتكلم بمنطلق الفاليو، ايه القيمة اللي هقدمها للناس. فقدمنا ده قلنا من خلال او التشانلز، القنوات الاتصال او القنوات اللي هتوصل الفاليو بالكاستمر والعكس، عبارة عن 3 حاجات لما سجدناهم مع بعض ما لقناش غيرهم. اول حاجة وهي الماركتينج، واتكلمنا عنها المحاضرة اللي فاتت، وقلنا ان الماركتينج باختصار خالص هي كوميونيكيتنج او اتصال الفاليو للكاستمر. وخدوا بالكم بالترتيب هنا، الفاليو ازاي ان الفاليو دي انا عامل فاليو اللي هي منتج او خدمه توصل للكاستمر، او يعرف، او ان الكاستمر يعرف ان في منتج او خدمه او في فاليو انا بقدمه. وقلنا ان ده بيتم من خلال ماركتنج شانلز، قنوات تسويق، ممكن تكون ديجيتال ماركتنج او ممكن تكون تراديشنال ماركتنج. تراديشنال ماركتنج اللي هو تسويق تقليدي، وده قلنا زيه بقى او تحته بيندرج حاجات مختلفه، زي فكرة بقى زمان خالص ان هو يعمل اعلان في الاهرام والجمهورية والحاجات دي كلها، في الصحف والجرايد يعني، او المجلات او التلفزيون قلنا، او بوسترات اللي احنا بنلاقيها في الشارع دي، او حتى من خلال التليفون. يعني في كده ممكن تبقى قاعد تلاقي ناس بتتصل مع بيك وتقول لك مثلا في بيبيعوا عقارات ومش عارف ايه، فعندنا كومباوند ايه تعالى اشتري. ففي تليفون يعني، او بيسموه تيلي ماركتينج، من خلال ايفنتس مختلفة، من خلال ايميل يعني. في ناس او ده بقى ديجيتال ماركتنج في الحاجات التانية او المختلفة اللي احنا قلناهاش المرة اللي فاتت. فكرة الايميلز مثلا، انا بالديجيتال ماركتنج على طول ان انا من خلال ايميل معين، او ان انا اعمل ايميل استهدف بيه ناس معينة، وجاست وان ميل او ابعت ايميل كده لناس مختلفة بحس ان انا اسوق للمنتج او الخدمة بتاعتي، فده ديجيتال ماركتنج. اسمه ايه؟ اسمه تسويق الكتروني او رقمي. ممكن استخدم السوشيال ميديا المختلفة، يوتيوب، فيسبوك، مش عارف ايه، ويب سايت، ان انا من خلال ويب سايت ان انا اسوق للمنتج او الخدمات بتاعتي. فده اتكلمنا عنه المحاضرة اللي فاتت، واتكلمنا عن ان الماركتينج في النهاية هي ايه؟ هي حاجة ان انا من خلالها هوصل الفاليو لي، او ان انا اقول ان الفاليو بتاعتي دي موجودة لمين؟ للكاستمر اللي انا مستهدفه. طيب الحاجة التانية اللي قلناها وهي فكرة السيلز، والسيلز باختصار جدا فكرة ازاي ان انا هوصل بقى delivering ان انا الفاليو تو كاستمر، ان انا هوصل ان الفاليو بتاعتي الكاستمر ياخدها فعلا. الماركتنج ان الكاستمر يعرف الفاليو، لكن السيلز ان انا يحصل عملية بيع وشراء، او ان المنتج بتاعي او الخدمة تروح للكاستمر. وهنا بقى هيبقى فيه اختلاف او فكرة فيه انواع مختلفة، لكن في النهاية ويهمني جدا ان انت تبقى فاهم ان السيلز هو ايه، هو المكان اللي هيحصل فيه عملية البيع والشراء. تاني، يبقى انا هنا هحدد او مطلوب مني ان انا هحدد المكان اللي هيحصل فيه عملية البيع والشراء، وده تاني هيختلف وهنشوف اكزامبلز كتير. طيب ايه هي السيلز تشانلز؟ ايه هي قنوات البيع والشراء؟ والله كده احنا في الاول او في البداية احنا حددنا ان احنا حاجة من اتنين، يا اما حاجة الاولى اللي هي اسمها بي تو بي،
بيزنس تو بيزنس، ان انا شركة هبيع منتج لشركة تانية، فانا هستفاد ماديا وهو هيستفاد. فهنا هتلاقي الاختلاف شوية. تعالوا ندي اكزامبلز او امثلة. مثلا يعني ان انا هشوف، او ان انا مثلا هبيع منتج، او ان انا هصنع منتج مثلا، وفي ناس موزعين تبدأ تاخد المنتج بتاعي ده وتوزع، او ان هما التجار او مش عارف ايه، فدول بقى يبدأوا يبيعوا المنتج جاست، بس انا عليا اصنع وهبيعه لايه؟ لديسربتورز، او اللي هما الايه، الموزعين. طب في اكزامبلز ثانية، في اكزامبلز ومختلفة. فكرة الفاليو ادد ريسولوكس، يعني ايه فاليو ادد ريسولوكس؟ اديت لكم مثال فكرة كسايت اب، يعني كنت بعملها منتورنج، فكرة ان هما بيحضروا صبغة معينة، فالصبغة دي انا هروح ابيعها لشركة تصبغ بيها ايه، ملابس. انا عندي صبغة بفاليو معينة، فهتبقى بفاليو اكتر لما ايه، لما الداي دي او الصبغة دي تستخدم في ايه، في عملية التصبيغ، او تتباع على هيئة تيشيرت مصبوغ بالصبغة بتاعتي. فاذا انا هبيع لمين؟ لشركات بالنوع دي. فانا هروح للشركات دي وابيع لها الاصباغ بتاعتي. طيب الحاجة، حاجة مثال تاني، الاي كوميرس. يعني ايه الاي كوميرس؟ والله في منصات دلوقتي انا من خلالها اقدر ان انا في منتج او خدمة انا بقدمها، لو احنا افترضنا منتج مثلا انا هروح اعرضه على امازون، او ان انا مثلا بعمل كورس محتوى تعليمي اهو، فاروح ابيعه مثلا في ايه، في حاجة زي يوديمي اند سو اون، المنصات اللي انا من خلالها اقدر ابيع الكورس بتاعي. فده الكورس، انا اي يوديمي هي شركه، وانا مثلا شركه ببيع مثلا كورسز معينه، فبيع للشركه دي، والشركه دي هي اللي هتوصل الكورسز دي مثلا للكاستمر. فدي في النهايه في احوال مختلفه للبي تو بي. ويهمني هنا انا مش هديك كل الاكزامبلز او الامثله، على قد ما فكره ان انت بفتح كده مداركك، ان انت تحدد بالتحديد كده الطريقة اللي من خلالها هتحصل عملية البيع والشراء. طيب في حاجات تانية، في النوع التاني بقى اللي هو الـ الأوسع، يعني أو الأكثر شيوعا، عن فكرة البي تو بي، إن أنا هبيع، يعني أنا شركة أهو هبيع على طول للإيه، للكاستمر بتاعي أو الكونسيومر أو المستهلك على طول. فبرضه ده ممكن يكون من خلال كذا طريقة، من خلال فكرة تيلي سيلز. وهنا تيلي سيلز رغم بساطتها لكن بيعتمد عليها، فكرة مثلا لما اجي اطلب اوردر في التليفون مثلا من مطعم معين، ان انا بالتليفون هيتم عملية البيع والشراء. طيب في حاجة تاني، في ممكن سيلز ريب، ان احنا يبقى في مناديب مبيعات يروحوا مثلا، ده نسمعه اكتر عن فكرة الميديكال ريب، ان يبقى في ناس من شركات الادوية تروح للصيدليات، للمستشفيات، للدكاترة في العيادات، إن هم يبيعوا لهم المنتجات المختلفة دي. فعملية البيع والشراء بتتم إزاي؟ من خلال السيلز ريب مثلا. عندنا من خلال المحلات، إن أنا والله هستهدف إن أنا هعمل منتج وهيبقى عندي أفرع كده محلات تبيع لي المنتج ده. طيب في حاجة تانية، فكرة اللي هي التكنولوجيا الحديثة أكتر، إن أنا عامل أبليكيشن. في ناس كتير دلوقتي إن هي تعتمد على الموديل زي ما شرحنا قبل كده، في حتة ازاي ان انا هجيب ريفينيو، انه والله ممكن ان انا من خلال الابليكيشن، انا هعمل ابليكيشن والابليكيشن ده يبقى فيه سبسكريبشن مثلا، فبالتالي عملية البيع والشراء هتبقى هتتم ازاي هنا، ان اب داخل الابليكيشن، يعني ان هو هيخش على الابليكيشن بتاعي وياخد المنتج، او ان هو يعمل سبسكريبشن في مقابل ان هو ياخد المنتج او الخدمة. فهنلاقي هنا فكرة السيلز بتختلف بشكل كبير، بس اللي انا عايز اوصله ان انت تكون محدد. هنيجي مثلا، تعالى مثال للكورس اللي انت بتسمعه دلوقتي على قناة اليوتيوب دلوقتي حالا، ده بيتم ازاي، عملية البيع والشراء بتتم ازاي، ان في بي تو بي، ان في انا مثلا هقدم كورس، او الكورس اللي انا هقدمها مثلا من خلال شركة اسمها يوتيوب، فانا هعمل ايه، او عملية البيع والشراء ازاي، او ان انت هتشوف المنتج ازاي، ان من خلال المنصة دي، او ان انت دخلت على المنصة بتاع اليوتيوب كابليكيشن يعتبر ان اب، بس بي تو بي. برضو هنا الاكزامبلز هتختلف، الاكزامبلز ممكن ان انا استعملها بي تو بي او بي تو سي عادي جدا، ما فيش اي مشكلة، لكن الفرق بس تاني ان البي تو بي فكرة ان انا في شركة بيني وبين الكاستمر او الكونسيومر، لكن البي تو سي اللي انا على طول للكونسيومر. البي تو سي كونسيومر في الان اب ايه، ان انا معايا الابليكيشن بتاعي انا، يعني الابليكيشن بتاعي انا. طيب في حالة مثلا المثال اللي اديته اليوتيوب مثلا، ان البي تو بي ان انا في الابليكيشن بتاع اليوتيوب، تمام؟ فانا بي تو بي من خلال ايه،
من خلال ان في شركة في النص مثلا. فدي مثلا اكزامبلز مختلفة، ان انا مهم ان انا احدد الطريقة اللي من خلالها هيبقى في قنوات بيع او القنوات بتاع البيع بتاعي. ويعني ايه سيلز؟ السيلز تاني ان المكان اللي هيحصل فيه عملية البيع والشراء، ازاي هيحصل delivery للفاليوز بتاعتي للكاستمر، او ازاي ان الكاستمر يقدر يشتري المنتج او الخدمة بتاعتي يعني، او هتوصل له ازاي. تمام، بعد ما خلاص عرفنا في الماركتنج، او الماركتنج قدر يعرفنا ان في منتج او خدمة، فالسيلز ان ازاي بقى المنتج او الخدمة دي هتروح للكاستمر، هتروح للزبون. طيب الحاجة الثالثة والأخيرة، إن أنا والله بعد ما عرفت الكاستمر إن في أصلا فاليو بقدمها، فاليو قوية من خلال منتج أو خدمة، وبعدين خلاص الكاستمر بتاعي أو الكاستمر اللي أنا مستهدفه حددت طريقة معينة من خلالها هيتم عملية البيع والشراء أو السيلز، فاضل الحاجة الثالثة وهي الكاستمر سبورت. والله الكاستمر سبورت يعني ايه؟ الكاستمر سبورت يعني communication او communicating ال customers to the values. يعني ايه؟ يعني ال customer، الزبون او ال customer، الحد اللي انا مستهدفه عايز يتواصل مع ال value، والله يقول لي ان في مثلا مشكلة، في حاجة حصلت. مثال بسيط خالص، لو احنا جينا نشوف بيج الفيسبوك بتاع اي مؤسسة ولا حاجة، هنلاقي فيه ايه؟ في موبايل او تليفون نمبر كده او ايميل، صح؟ ليه؟ بحس ان انا لو قابلني مشكلة، عايز اعرف اكتر، عايز اي خدمة معينة او في حاجة معينة موجودة قابلتني، عايز اعرف ازاي اصلا هيتم عملية البيع والشراء، اي تفاصيل. فدايما ان انا بحط الكاستمر سبورت ده، ممكن نلاقيه في اكزامبلز مختلفة زي الويب سايت، ان انا مثلا احط او من خلال ويب سايت اقدر من خلاله اتواصل مع الشركة دي او المؤسسة دي، او من خلال اونلاين شات، ان انا مثلا احط الواتساب بتاعي او الواتساب بتاع الشركة ان في مشكلة ولا حاجة، او ان انا عايز اعرف اكتر او اي حاجة، ففي اونلاين شات مثلا واتساب او whatever. في اكزامبل تاني، ان انا بحط التليفون العادي، ممكن تتكلم في التليفون او تتواصل بشكل دايركت مع الشركة من خلال التليفون. او الحاجة التالتة، في ممكن كوميونيتيز تلاقوها، يوزر جروبس او فورمز مختلفة، تلاقي كوميونيتي موجودة على الفيسبوك، ان في او ان انا بعمل كوميونيتي بشكل عام حتى للناس اللي عايزة تستفسر او اسئلة او تدي ريفيوز مختلفة عن الخدمة او المنتج ده. فبالتالي هلاقي قنوات مختلفة من خلالها اعمل ايه؟ اكوميونيكيتنج الكاستمرز تو الفاليوز، ان الكاستمر يقدر ايه يروح او يتواصل معايا بخصوص الفاليو دي، البرودكت او الخدمة اللي انا بقدمها. طيب الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها في التشانلز، إن المهم جدا في كل أو في الثلاث حاجات اللي إحنا قلناهم دول، إن أنت تختار إيه هي أفضل التشانل. أنت مش طبعا مش هتستخدم كل التشانلز دي في كل حاجة من الثلاثة، لكن الفكرة إن أنت بتختار أفضل حاجة حتى لو متاح لك كذا حاجة منهم، لكن إيه هي أفضل أو البيست تشانلز اللي أنت هتختارها. والحاجة التانية مهمة جدا، انت تبقى فاهم ان التشانلز هتتشينج اوفر تايم. يعني ايه؟ يعني قنوات الاتصال هتتغير بمرور الوقت، وزي ما قلنا في البداية ان في حاجة اسمها الانيشال او الات لانش في البداية بتاعتك الستارت اب هتبدأ ازاي، وبرضه يكون عندك علم لو انا هسكيل هتوسع قنوات الاتصال هتبقى عاملة ازاي. فمهم جدا ان انت تبقى فاهم ده، ان انا بعمل او بحدد التشانلز اللي انا هحتاجها في البداية. فبالتالي كده ملخص للتشانلز قنوات الاتصال، فاحنا معانا ثلاث حاجات اساسيه مهمه جدا اللي انا احطهم، وهم دول اللي بنسميهم جو تو ماركت. يعني جو تو ماركت ازاي ان انا هروح او المنتج والخدمه بتاعتي هتروح للسوق، فهتروح تاني من خلال ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا ماركتنج، بعرف الناس ان في فاليو معايا كويسه، وتاني حاجه عمليه البيع والشراء هتتم ازاي وهتتم فين، السيلز هيحصل ازاي. والحاجة التالتة، والله لو هو عنده مشكلة أو الكاستمر إزاي هو يتواصل بقى معايا أنا، لو في أي مشكلة، لو عايز يعرف أكتر، لو قابلته مثلا داخل تطبيق ولا حاجة إن في مشكلة في الأبليكيشن نفسه، إزاي إن هو هيتواصل معايا. فمهم جدا إن أنا أكون حاطط أو عامل الكاستمر سبورت، حتى لو هو حاجة في منتهى البساطة وبنشوفها كده إن هي حاجة طبيعية، لكن مهم جدا إن أنا أكون محدد ده في البداية. بس كده، ده رحلتنا في التشانلز انتهت النهارده.
مطلوب التاسك بتاعتنا هي ديفلوب يور بزنس موديل كانفاس تشانلز. حدد ايه هي افضل الوسائل او قنوات الاتصال في الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم بس كده. وان شاء الله اشوفكم المحاضرة الجاية يوم الخميس الساعة 9، والسلام عليكم ورحمة الله.